اكيد انه الحمامات وضعهم غير مناسب، يعني عده مرات بنحتاج نعمل فحص، والواحد بصير في عنده خجل يعني انه يروح حمام بجنب حمام للنساء وللرجال، فهي مشكله يعني بالصحه. شو بتطالب؟ احنا بنطالب تبقى في حمامات مستقله للرجال وحمامات للنساء ومبتعده عن بعض. لا بصير خيبته، ما بصير يعني ان الحريم لحال ومثل لحال، يعني انت فت عهد فتنا عهد في حريم تاني طلع الغلط على الحريم نسوان، يعني مش هذا حاجة. لما يفوت الرجال شو بكون موقف؟ ظل واقفين، احنا ظل واقفين لغاية تحت يعني تايدي دورنا. حا الجنوبية القديمة طبعا، هو هذا المبنى مبنى مستأجر وهو مبنى قديم جدا، مستأجر من أحد المواطنين وزارة الصحة، وهذا المبنى يعني حتى بغرفه ويعني بنائه بشكل عام من أقدم الأبنية، يعني وزارة الصحة بتستخدمه أكثر من 50 سنة. لكن بالنسبة للحمامات، موجود الحمامات، في حمام للرجال وحمام للنساء. طبعا احنا طموحنا اكثر من هيك المفروض، لكن لانه احنا يعني في الوقت الحالي يعني نعمل على بناء مركز صحي مستوى رابع في المدينة، واخذنا قطعة الارض لذلك، والمشروع جاري وان شاء الله سينفذ قريبا. ومع ذلك ايضا مشكلة الحمامات، لانه حمام للرجال وحمام للنساء بنعتبر انه غير كافي، فيعني من البداية بلشنا أيضا نعمل يعني حل لهذا الموضوع لحين اكتمال المبنى الجديد في إنشاء وحدة صحية في الأرض المقابلة للمبنى اللي هي تابعة للبلدية. طبعا هذا يعني يحتاج إلى إجراءات معينة، لأنه من وزارة الصحة، لأنه قدمنا طلب لوزارة الصحة في هذا الشأن، وأيضا استأذننا من البلدية لأن القطعة تابعة للبلدية، وبننتظر إن شاء الله أنه يتم تنفيذ مشروع وحدة صحية للحمامات للرجال والنساء بشكل يليق بالمواطن. وبأكد مرة أخرى أنه هذا المبنى قديم وليس هو طموحنا الحقيقي في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، ولذلك لهذا السبب يعني من بداية ما سلمي مهام منصبي مدير الصحة كان كل اهتمامي أنه بناء مركز صحي جديد يليق بالمواطن في مدينة طولكرم.